يريد وصل الى المرحله.
لذلك جعل مجموعه من الفوائد، مجموعه من الحقوق، مجموعه من الواجبات، مجموعه من الاداب، هي كلها من اجل ان تكون الامه الاسلاميه هي الخير. بعد ما تكون هناك امم للامم تتباهى او تتغنى او تتميز على الامه الاسلاميه بقوانينها او بادابها او باخلاقها او بحضارتها، مفترض هالشكل. لكن لما الامه الاسلاميه ما اخذت للي الله امرها بمنهج الله عز وجل لما تغلبت عليها أمم من الأمم. مهما تكون هذه الأمة من قوة ومن حوائج، الأمة الإسلامية تكون أحسن منهم. لكن مع اعتبارهم ما أخذوا بالدين، ما أخذوا بالقوانين، ما أخذوا بالآداب، ما أخذوا بالأخلاق، ما أخذوا بالمنهج، يعني صاروا يستجدون العون والمساعدة للشر والبر واليمين واليسار. شف لكن لو ضرب، لو انهم تمسكوا بالمنهج وساروا على الطريق كان وصلوا، كان حصلوا. يقول رب العالمين أسقيناهم ماء شنو؟ طلاقة، خير، بركة. لكن ما أخذي الإسلام يسوي نوع كوكتيل. بالنتيجة احنا مو على الدعم جبنا إشارة هلا نجي إلى ميزة من الميزات التي دعا إليها الدين الإسلامي، مما تجعل المجتمع المسلم المؤمن مجتمع مترابط قوي متعاون متحد، وينطلق ذلك من الاهتمام بالشعب. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبرائيل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيبقي. انت تعرف الارض منهم يكون صاحب النسب إلى الراحة، هذا الجار ما عندك عقوية نسبية ولا رحمية. الرسول يقول: كاد ظننت أن أرسل يواري فرعون. من كثر ما كان جبرائيل عليه السلام يوصي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالجار. ويقول ايضا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. ويقول صلى الله عليه واله وسلم: لا كلها تصب في هذا المصاب، اي
الاعتناق والاهتمام بالجار. حط الجيل وجه يعلمك شلون تتعامل ايضا، مو بس الشغل، لا توصيك وتعطيك ايضا طريقه. لذلك هناك مجموعه من الحقوق موجوده حتى تبني هذا البناء العظيم. يوم تلتزم الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وجار له حق، وجار له ثلاثة حقوق. وحي بن خليل واحد عالم. أما الجار الذي له حق واحد، والجار المشرك هذا له حق جيرة، بعدين يجي يشير له نعددها حتى تكون عندنا صورة واضحة في كيفية التعامل مع الجار. واحنا ان شاء الله ساعدنا الى ان ناخذ هذا الطريق ونتماشى على هذه المسلكية. احنا مثل ما قلنا كان مصر مصر بالواقع نذكرها. وأما الجار الذي له حق وهو الجار المسلم، جار مسلم هذا له حق الجيرة وحق الإسلام. وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار ذي الرحم. أولا أنه جار، ثانيا هو مسلم، وثالثا هو شنو؟ من الأرحام. إليك على الأقل نسبيا من الأرحام لإدراك. وإلا كان بعد سيد من تبي لزلالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حق رأوه بعد وهو ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق السياسة هم وجد وهم بالإسلام وهم هو أيضا رحم وهم هو سيد الحمد لله. الآن خلينا نمشي نعدد الحقوق تعرفها الصورة العامة ما تعطينا وضوح للطريق. لازم نجي نفرع على حسب ما يقولون عن السياسة حقوق النقاط على شنو؟ على الحقوق. والحين في عالمنا معظم المحللين السياسيين كل يتكلمون يقولوا ارخص غنائم ولا بروباغندا. يشيلين كل ما في حقول المطالب ما تفضلوا شغلين بالقبر وصحان بنزل بعول كل صراحة هذا الشخص مو هذا مكانه صراحة زينة تريح النار تريح الاعصاب. فلذلك الكلام العام ما يدري عن ايش. خلينا نمشي نعدل الحقوق، حقوق الجار حتى نعرفها.
ونتفاعل وياها ونجسدها، بس نسمع الشكل، لان السماع لوحده ما يغني لنا يوم القيامه عن شيء. لازم نطور، لازم نتفاعل، بل نضع علم ما نسمعه في الواقع، في واقع حياتنا. إذا أنت سمعت أن يجب أن تحترم أبدك مثلا، لازم تفعل هذا شنو؟ الحالة. أو القرآن يقول لك ولا تنهرهما، فعل هذا الشيء، ولا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا. النتيجة لازم تفعل هذا الشيء، تسمع وما تفعل وما تعمل. تتناسب يعني انه تسمع القران يقول الشكر وتصدق على الوالد، ما تتناسب. تتناسب مثلا ان تسمع القران الاهتمام بالوالدين وحب القربى، هذا تناسب. ايش ما يقول القران انت تسوي؟ ايش ما يقول القران انت تفعل؟ ولولا المتجاوز القائل عنه متجاوز. حقوق عديدة، خلينا نجي نعددها نشرح. أولا أن تحفظ جارك وهو غادر. نبدأ بالهول دول اللي هم البيت، فهم شنو أهل؟
الخطر او خطيئه او شفاعة مو تروح بالمجالس وبالمنتديات ها وتفتح الملف وما عندك الهندره شان يبيك حاطي جابنا كذا وجابنا كذا وجابنا كذا وجابنا كذا الا تحب ان الله يصبر عليك اكو واحد ما يحب ان الله يصبر عليك جارك من الناس الذين هم اولى ان تستر عليهم اذا اردت ان يستر الله عليك اعتبر عرض عرضا اولاد هؤلاء بنات بنات شلون تحافظ نقول حقوق كل احاديث روايات ما في مجال ذكرها والا اذا انت تجي وتفتح الكتب او اي صفحه على اي موقع من المواقع في هذا الجانب جانب جيران تشوف احاديث ما شاء الله الوقوف مع روحي الشده من الازمه عند ازمه ماليه تقويه عين ساعه غير بما تستطيع لان ملائكه المفسد لا وصعب لكن ما تهم لو ما تدري عني عاش مات ايضا تزور هذا الحق ايضا حقوق الجيران بالزوره تمر عليه العلاقه التليفونيه الباب بالباب يا دار سلام عليك ما يضرش اما البعض جيران صار لهم 40 سنه 30 سنه ما يعرفون بعض لا هذا مش على هذا ولا هذا يقول على هذا صاير طبعا بعد من الحقوق ان تعفو عنه تعفو عنه وهذا إظهار خير كبير لأنك تحب من الله عز وجل أن يعفو عنك فالجار أولى أن تعفو عنه أخطأ سامح الله الله يعطيك العافية وحتى إذا أخطأ مرة ومرتين مثل لا اصبر على هذا الجار حصلنا على درجة ولا تكدر وتضل صدقة على صدقة كبيرة خلي دائما من أصحاب الذين يعبدون صفة العفو دائما عندهم هذا عندنا أيضا في الأفراح يحضر شاكر يبدأ الاستعداد المساعدة والعمر وأكو بعض الناس فعلا يوم يصير جاره فرح أو درح تشوف الصالح وياه هو صاحب المصيبة صاير أو هو صاحب الفرح صاير وهذا المطلوب لأن الجيران كأنهم أسرة واحدة يعني لا الوالد إذا قلنا بأن كل منهم يعلم عن الآخر ماذا يأكل وماذا يلبس لهالدرجة كل واحد عن الثاني اصبح انت ما شفت البيوت الأولى سبعة أولاد ثمانية أولاد كل في البيت كل واحد متزوج كل واحد عنده أولاد والمحبة يقول لك ما شاء الله
كانت أيام جميلة صارت، أيام جميلة جميلة. المجتمع الإسلامي يريد يوصلنا إلى الحالة إنه كل واحد مع الثاني كأنه هم اثنين بس واحد. أيضع أحدكم يده في جيب الآخر فلا يمانع؟ قال لا سيدي. هذا واحد يقول له لماذا؟ مش عارف نحن صفات غالية وصفاتهم، احنا كل واحد اخذ له ايده بجيب الاخر ما فهم هالشكل. يعني مقصود الامام ان الحال هي بعضهم شنو؟ واحد. يعني تعبير اخر انهم قد ذابوا ذوبانا كليا مع بعضهم البعض. لا تكاد ان تميز من هو صاحب العذاب ومن هو صاحب البلاء في حاله البلاء. هذا هو المطلوب، هذا هو اللي ينهى الشكل كبنيان شنو؟ مخصوص. ولا يبدي ترى ابو بعض المظاهر عندنا للاسف غير انا احتمل انها جهل او غفله او نسيان. هي صحيحة بالكيس موجودة، لكن حيوانات البيت تطلع تفتح هذا تفتح هذا الباب بعد الصبح بيت الجيران على بابك النصارى، هذا مو هذا الجار. لازم يجيبوا لك يعني لعبة ثانية. انت لازم تفهم انت تضمن احد يجيب القوام خلها بالباب. أو بعض أولاد الجيران يجي يريد يغسل سيارة الباردة ويفتح الماء وينظف ويسوي ذلك المكان من بداية الشهر إلى نهايته يقول لك أنا شو بصير يصير. زين دول الجيران أقعد معهم شياب، أقعد مع جاريز، أقعد مع أخبار، أقعد مع بيوت نازلة ما يعرفون يمكن بعض ما يجي يقول له بس انت لازم يكون عندك احساس، تصير ميت الاحساس. يوم تصير صوبك تطرد عينك، ويوم تصير صوب جارك لا صوب جاري مين صوبي، ويقولوا له مثل عاقل من حرق لحية الجارة فلسه الماء على شنو؟ نفس الشيء جانب عن بيته. البعض انكر على صاحب على جارة ما يسلم. وعلم الله بعض الاشياء بسيطة، الاولاد مزعلين، الاولاد متعاركين، خلاص انقطع. او اكو بعض الاولاد عندهم مسلكية مثل حلوة زين، إلى مكان خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين وأهل الزهراء البيت كلهم جيرانهم كأنهم أهل بيتهم، يتعاملون وياهم مثل ما يتعاملون ويا أهل بيتهم تماما. هذا مجموعة من الحقوق عرفناها حتى بعيدة الحياة. الجار التقي، الجار الطيب، الجار صاحب الاخلاق. لكن اذا اختلطت الظروف ان تكون مع جار شويه عنده بعض السلبيات انت خليك
اريحك. تستطيع ان تتحمل اذى هذا الجار وتكسب الاجر والثواب. صبر على اذى جاره له مكان خاص عند الله سبحانه. شنو نكسب احنا يوم نجي نضحي هاي الحقوق في حياتنا؟ شنو نكسب؟
الاعمال التي تجلب الخير والبركه لك ولاهلك ولمجتمعك ولامتك. منظر لمن ذهب وراء الاعمال السيئه ماذا جمعه؟ ايش حصلها؟ عندك عمر بن سعد فلان فلان ذول وين؟ وين تاريخه؟ وين سمعته؟ اشبع له؟ هذه أعمالهم راجعت عليهم سلبا. إن مسحوا من الدنيا مسحا ولم يبقى إلا اسمه مقرونا باللعنة أيضا. معاوية وين؟ اسمه مقرون باللعنة. ولو أنه وجود بهالعصر يقول احد ما يسمى بالمجايب يقول كنت نايم تعبان وحزنان قبل انا كنت ابكي تعبان وعيني مدمره. يقول اجى لي معاويه وقال لي لا تحزن انت على خير. عبد ابراهيم شهر زين خليك وياه. اعمالا ندى لها جميل التاريخ. شوف انت من افعال بني اميه عاده اكو حقوق للميت مهما كان هذا الميت يوارى يجبر يجهز ما يكرم ما يوضع. بني اميه خالفوا كل القيم كل الحروب كل الديانات حتى لم يتعلموا من الغراب. الغراب لم يتعلموا حتى من الغراب الذي حينما قتل غرابا اخر جعله القران جعلونه ما تعلموا. يوم الحادي عشر من المحرم والثاني عشر من عمر بن نعس عزم على الخروج من كربلاء. زينب نظرت بعد ان خرجت من المخيم او الخيمه التي نصبت للايتام والنساء بعد ان احرقوا جميع الكيان نصبوا لهم خيمه قعدوا بها عيال الحسين نساء الحسين ايتام الحسين. صباح زينب شبت حركه بالمعركه ايش صاير واذا في القوم يكونون اكثرهم تتبدل شويه دربه. قال يا ابن ساعد يا ابن ساعد على اخبار الحسين. ما تدري الحسين صدق رسول الله حبيب رسول الله مرتب قلبه فاطمة وعلي تخليه على طوق كربلاء مع أصحابه صور حالي سمع. فقال لمن هما قريبين منه ماذا تقول ابنة علي؟ قالوا تقول لك أنا بوار الحسين. قال لو كلمن لها علي ايه زينب رجعوا الى المخيم تباري علي لها تباري يتامى الحسين. طلعت عمر بن سعد ايش سوى؟ شنو امر؟ امر عشره من المخيم
وسلم.